أي حادث. شو؟ إيه؟ أنا رح أقول لك رو. اسمعي أحكي. أول شي لو سمحت يلا قول. وقت طلعنا من محل المجوهرات لاحظت أنه هذا فيكرانت بعد ما أنتوا رحتوا. إيه وبعدين لحقنا شب التوصيل. إيه وكمان وبعدها ضيعنا، فجأة اختفى وما عاد لقينا، قلنا راحت علينا. وبعدين شالو خطرت ببالها فكرة عبقرية ريشي، وأنا طبقتها. بعد أنا دقيت للمحل وعرفت هذا العنوان. إيه أخي مثل ما عم قلها. وبعد أجينا على هذا المكان ودقينا لك تجي. إيه شو اللي عم يصير هون؟ شو كل هذا يوش؟ احكي. الشغلة بسيطة كتير وكتير واضحة، ومثل ما صار لي ساعة عم قلها، هذا فيكرانت الأكابر المحترم عم يحكي مع بنت. رجعنا للقصة؟ شبك لو ريشي؟ لو سمحت استنى، اسمعني شوي ريشي. طوق الزواج اللي اشتراه فيكرانت هو اشتراه للبنت اللي ساكنة هون بهذا البيت. مو بس هيك، فيكرانت جوا بهي اللحظة مع هديك البنت جوات البيت. وإذا ما نك مصدقنا يا ريشي، فيك تروح هلا وتشوفن سوا. ما في هيك شيء، أنتوا الاثنين غلطانين، خلصنا بقى. كيف عم تقول هيك؟ كيف أخي ريشي؟ أنا وشالو شفناهم بعيوننا وما حكينا لك لبعد ما شفناهم بعيوننا. أيوش أنت سكوت؟ ليش أول شيء أنتوا كذبتوا علي وخليتوني أجي، منيح إني ما خبرتها للاكشمي، لو إني حكيت لها بتعرفوا شو كان صار فيها ولا ما بتعرفوا أنتوا؟ ريشي منعتذر منك مشان اللي عملناه، بس نحن ما كان عنا أي خيار تاني. لكن شو ريشي؟ لو إنه قلنا لك الحقيقة كنت إجيت لهون شي؟ قديش صار لي عم قلك إنه هذا المحترم الأكابر المنيح فيكرانت واحد كذاب، بس أنت صدقتني شي مرة؟ وهلأ ما رح صدقكن، رح أحمل حالي وأمشي من هون. لا 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 لحظة ريشي. ريشي لحظة، لا تعمل هيك، نحن تعبنا كتير لنوصل لهون. أنا تعذبت يا زلمة مشاننا بس مرة واحدة تطلع تشوف بعيونك. شوف إذا مانك مصدقنا فيك تروح بسرعة وتشوف بعيونك هذا الشيء اللي نحن شفناه. بترجاك ريشي بترجاك. أيه. لازم تطلع. أنا بعرف منيح إنه أنتوا ما بدكم فيكرانت يتجوزها للاكشمي، لهيك عم تعملوا هيك؟ لا ريشي مو هيك، قصدي إيه ما بدنا فيكرانت ولاكشمي يتزوجوا، بس بهي الحالة نحن عم نقول الحقيقة. شوف بعيونك. شوف يا ريشي، أنت مانك واثق بكلامنا عادي، بس فيك تشوف بعيونك ورح تتأكد. هيك رح تصدقنا بدقيقة ورح تعرف مين هو فيكران. بس مرة ريشي شوفهم، بس مرة، بس لأنه أنا عم أطلب منك. بترجاك أخي ريشي. لا ما فيني أعملها أخي ريشي، عم أترجاك ريشي لو سمحت لازم تثق فينا شوي. بس هالمرة ريشي خلص سكوت. طيب طيب رح أعملها بس من شانكم أنتو، بس أنتو الاثنين لازم توعدوني بشغلة. إذا يلي عم تقولوه مانو مزبوط، وقتها ما عاد لازم تحكوا ولا كلمة على فيكرانت بعد اليوم. ايه ايه وعد، ما عاد نحكي عليه ولا كلمة ابدا. ايه وعد وعد وعد، ما عاد نحكي شي عليه اساسا، ما عاد يضل شي لحتى نقوله. تماما ريشي، بعد اليوم ما في داعي نحكي، لازم تشوف شو عم يصير جوا. انت رح تفسخ خطبة لكشمي وفيكرانت بعد ما تشوف بعيونك. ايه ما رح نتدخل ابدا لو سمحت. شوفي كأنك خايفة لأنه بكرة رح أخطب وبعدين رح أتجوز. بتمنى تكوني بتعرفي قديش بحبك. خليني أتجوز، بس هالزواج هاد ما رح يأثر علينا أنا وياكي، بوعدك. تفضلوا. اشترينا فساتين حلوة كتير. ايه بدي كاسة مي بسرعة. تفضل. كلك ذوق، يسلم. أنا بشرب مي باردة. آسفة رح جيب لك بسرعة. لا تركيها، مو مشكلة. لاكشمي جاهلية. ايه بنت يسلموا ايديكي. شكرا لك لانك اخذتنا لحتى نتسوق. شفتي انا اضطريت اني اتسوق مع الصبايا، وانا ماني شاطر بهالشغله ابدا. معناتها ليش رحت؟ ما كان لازم تروح. رحت غصبا عني، انا ما كان بدي اروح، بس انت بتعرفيها لمرتي ما كانت رايقه بنوب، لهيك رحت. بس عمي لا تكذب، انت كتير كنت مبسوط بنزله السوق معنا. وليش؟ لحتى ما انبسط؟ ما انا كنت عم اشتري اغراض لبنتي. شبك؟
يلا ورجيها شو جبنا لها يلا. ايه بس ليش؟ اسكتي لا تقولي ولا كلمة. انت ما بتطلبي شيء ابدا مني. بقى لو سمحتي خلص خليني اقوم بواجبي. بس عمي ما كان في داعي. انا ما قلت لك لا تحكي ولا كلمة. نحن لازم نكافيكي على تعبك اللي تعبتيه مشاننا يا بنتي، مشان هذا البيت كمان ومشان هاي العيلة. ولو نحن شو ما جبنا لك يا بنتي ما بنقدر نكافيكي على تعبك تجاه اللي عملتيه. عمي إذا بتريد ليش عم تقول هيك؟ أنت عطيتني شغلات كتير بكفيني وزيادة صدقني. أنت اعتبرتني بنتك وصرت مثل أبي. أنت عطيتني عائلة كبيرة، عطيتني أخت مثل أهانة وأخ مثل أيوش وكمان ستي، والكل بهالعائلة بحبوني كتير وهالشي غالي كتير بالنسبة لإلي. ليش عم تعملوا هيك قدامي؟ لك شوي ليش رايحة؟ ما لازم تتركي هالبيت. لا تروحي، أنت كل شي حلو بهذا البيت، بترجاك يضلي. أهانا خلص. لحظة لحظة، بلا ما ننفعل هلأ، ما في داعي ننفعل، اتفقنا؟ يا بنتي أنت رح تنخطبي بكرة، بقى لو سمحتي تقبلي مني هاي، اعتبريها مباركة مني لإلك يا بنتي. إيه ماشي. وإذا ما عجبتك فوراً بتقلي لي، بس تذكري تذكري إنه هي اللي اختارت الهدية. شكراً كتير عمي. وغير هيك أهانا ذوقها حلو كتير. إمو أنا يلي اخترتها أحسن بنت. أطيب بنت بهالدنيا. ونحن اشترينا هاي الهدايا لذي كرانت وعيلته كمان، لأنه أنتوا رح تنخطبوا بكرة ورح تدعسي خطوة باتجاه بيت حماكي يا بنتي. وقت رح تتجوزي رح تدعسي الخطوة الثانية باتجاه بيتك الجديد وبتستقري مع عائلتك الجديدة. بتمنى تبقي مبسوطة، ولو وين ما كنتي لازم تضلك دائما مبسوطة وعم تضحكي. وبتعرفي شو كمان؟ لو وين ما رحتي انتي رح تضلي مرت اخي للابد وما بعرف شي تاني. وانتي وين ما كنتي انا رح ادعمك وساعدك بكل خطوة وما رح اتركك لحالك بنوم لو قد ما بهدلتيني. انا رح اترك هالبيت وروح، بس ما بترككم. ومستحيل تعملي هالشي. We'll be right back.